نعم، أنا أعتقد أن العراق اليوم في نقطة الخطر، طالما أن هنالك فصيلين يعلنون مشاركتهم في الحرب الدائرة ما بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان، وهذا مما يجعل الجميع في حالة توجس وخطر، على الرغم من تحركات الحكومة الدبلوماسية والتي حاولت بشتى الطرق أن تلملم الأمور، وأعتقد أنها قد نجحت نوعا ما في تهدئة بنسبة 50% حركة الفصائل، ولكن هذه الهدنة الذي نشاهدها اليوم من قبل الفصائل جاءت نتيجة الخطاب الناعم للسياسة الإيرانية الذي رفضت به الحرب إذا ما فرضت عليها، وهي تبحث عن السلام وفتحت قنوات عديدة، نعم، ولعل أوسع أبواب هذه القنوات هو البوابة العراقية التي تحرك من خلال خلالها السيد السوداني عبر الوسطاء العرب وبعض الأصدقاء الحكومة من الأجانب. نعم.